سؤال، انا مريض واحد بيقول انا مريض بمرض نفسي ونصحني راهب كبير في السن اني لا اصوم، وانا في داخلي ارغب في الصيام ومختار مذاهب. طب ايه علاقة الصوم بالمرض النفسي عم؟ ليه قال لك الكلام؟ انا عايز نفسيتك تكون مستريحة وعلى حسب ضميرك يا عم. راهب مسحك، طب واربع ترافق بيقول لك ايه؟ برضو خلي بالك من كلام اربع ترافق.